مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في مواجهة وباء الكورونا، ويتذبذب عدد حالات الإصابة من يوم إلى يوم صعودا وهبوطا. ومن اللافت أن بعض الحالات التي شفيت قد عاد لها الفيروس مرة أخرى، وهذا أمر محير طبيا. ونحن نتابع مثل هذه القضايا مع الخبراء الفلسطينيين والدوليين. أطمئنكم أنه ليس هناك أي إصابات جديدة أمس واليوم، ليكون العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 251 في محافظة القدس المدينة والمحيط، و17 إصابة في قطاع غزة، إضافة إلى عدد من الإصابات بين فلسطيني الشتات. ولكن ونحن نرى أن هذا الفيروس يجدد نفسه، ما زلنا بخير والحمد لله، إذ لا توجد لدينا أي حالة في غرف الإنعاش، لكن لدينا حالات شفيت وأصيبت مرة أخرى. وما زال لهذه الأزمة ارتدادات متفاعلة، اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية، وترتب عليها خسائر كبيرة لقطاعات متعددة مثل السياحة والورش الصغيرة وغيرها. ولكن الضربة الكبرى جاءت لخزينة السلطة، حيث تراجعت الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة بسبب تراجع حجم الطلب الكلي وتراجع المبيعات وقطاعات الإنتاج، وما ترتب على ذلك من تراجع في إيرادات الخزينة، والتي منها ندفع ما يستحق علينا من التزامات مالية. لقد أصبح العجز في الموازنة الفلسطينية حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقع. من جانب آخر، فإن التقارير الدولية والمحلية وتقارير الحكومة جاءت متقاربة في تنبؤاتها حول حجم خسائر اقتصادنا الوطني وناتجنا المحلي، والمقدرة بحوالي 20% حتى نهاية العام، أي حوالي 3.2 مليار دولار. وعليه اضطررنا إلى موازنة طوارئ متكشفة، يعني راح نصرف ما يتحقق من الإيرادات وبعض الاقتراض للحفاظ على وضعنا الصحي وحماية الفقراء والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى احتياجات الحفاظ على الوضع الأمني وحالة الطوارئ، ويرافق ذلك تخفيف في النفقات والمصاريف قدر المستطاع. ومن أجل أن نحافظ على وتيرة منسجمة مع متطلباتنا الحياتية اليومية وصحة مواطنينا، فإنه وحتى في حالة الطوارئ حافظنا على فتح الصيدليات والأفران ومحلات البقالة والسوبر ماركت وبعض المنشآت الأخرى وخاصة الصحية، ما يعني أننا أبقينا على حوالي 30,000 منشأة اقتصادية مفتوحة. جاء ذلك من أجل تقليص أثر الإجراءات الصحية والطوارئ على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وسمحنا لكافة المتعاملين مع مدخلات الإنتاج بالعمل لإبقاء الوتيرة تدور في مصانع الأغذية والأدوية وغيرها، وأبقينا الحركة التجارية بين المحافظات على وتيرتها، وكذلك بيننا وبين محيطنا وجوارنا، وأبقينا وتيرة العمل في القطاع الزراعي بشكلها الطبيعي، حيث استثنيت المنشآت الزراعية من إجراءات الإغلاق ومنع الحركة. دفعنا الرواتب عن الشهر الماضي في منتصف العاصفة الاقتصادية والمالية لضمان تدفق السيولة بين يدي الموظفين الذين هم أهم محرك للطلب على البضائع، ولم تنقطع معظم أجور العمال، إلا أن البعض تضرر فعلا وبشكل كبير، ولكن ليس الجميع. وأبقينا على موازنة التنمية الاجتماعية، وأضفنا إلى قائمة الأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية 11,000 أسرة جديدة الشهر الحالي، وسنضيف إليها 9,000 أسرة جديدة الشهر القادم، لتتمكن الفئات الفقيرة والمهمشة من الصمود،
ليصل عدد الإجمالي إلى 125 ألف أسرة تتلقى مساعدات مالية، السواد الأعظم منها في قطاع غزة. وتم تأجيل أقساط القروض لمدة 4 أشهر لضمان قدرة الناس على المواجهة، وأبقينا على عمل المصارف بوتيرة الطوارئ لكي نمكن التجار من الاستيراد وضمان توفير المواد الغذائية ومعاملات التجار والصناعيين. لقد حصل بعض الإرباك في موضوع الشيكات المرتجعة، وقد تم معالجة ذلك لاحقا من سلطة النقد. وأخيرا وسعنا دائرة التسهيلات لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى، وخاصة في المحافظات التي لم يسجل فيها إصابات أو سجلت فيها إصابات بسيطة. وبهذا نكون قد انتقلنا من مرحلة الحجر ومنع التنقل الجميع إلى حجر المصابين ومحيطهم ومنع تنقلهم، وحماية من هم عرضة للإصابة، مع الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة في جميع المحافظات. أبقينا الإجراءات في الأماكن والمناطق التي تشكل تماساً مباشراً بين الناس، مثل الجامعات والمدارس والحضانات وغيره. وإنه لأمر محزن لنا جميعاً أن تغلق المساجد في الشهر الفضيل والكنائس في عيد الفصح، لكن تفهمكم حتماً سوف يرد عنكم كل شر، وهذا الإجراء معمول به في كل العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع. السوق المالي سوف تفتح يوم 3/5/2020، كما سمحنا للمصانع أن تعمل بوتيرة 50% من العمال. وقد أنشأنا صندوق وقفة عز لكي نعطي الفرصة للقطاع الخاص أن يعبر عن تضامنه مع بلده ومجتمعه، وأن يقولوا كنا نربح أمس واليوم حان الوقت أن نحمل جزءا من المسؤولية. يجب أن يساهم الجميع في هذا الصندوق. إن مجموع ما تم التبرع به لهذا الصندوق حتى الآن 13.6 مليون دولار، وهذا مبلغ بسيط. كما أسسنا صندوقا للمتعطلين عن العمل بالشراكة بين الاتحاد العام للنقابات لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل، وسوف يبدأ الصرف من هذه الصناديق قبل نهاية شهر رمضان، وبالتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن، وبالتشاور والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، نعلن اليوم عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررة، حيث تتمنح هذه المشاريع قروضاً ميسرة جداً من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وبإدارة سلطة النقد، التي سوف تقدم مبلغ 210 مليون دولار. أطلب من المؤجرين للقطاع التجاري المتضرر من الأزمة بالوقوف عند مسؤولياتهم بتخفيض أجور المحلات التجارية بنسبة 30% عن عام 2020. سيتم تقديم حوافز ضريبية للمنشآت المتضررة من الأزمة والتي حافظت على أجور العمال ولم تقم بفصل أي منهم أو المساس بحقوقهم الأخرى، وستقوم وزارة المالية بدراسة هذه الأمور لتتناسب مع طبيعة الضرر وحجمه. ندعو أرباب العمل للإيفاء بالتزاماتهم تجاه العمال لديهم عن الشهر القادم، ومن جانبنا سوف نقدم مساعدة مالية إلى حوالي 40,000 عامل متعطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. فيما يتعلق بالعمال في إسرائيل، فإننا لازلنا بانتظار اجتماع مشترك مع الجانب الآخر لتنظيم دخول وخروج ومبيت هؤلاء العمال وإجراء الفحوصات اللازمة لهم. وتشجيعاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قرر مجلس الوزراء التأكيد على منح الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة الفيروس، مثل الأدوية والكمامات والمعقمات والألبسة الواقية
ومنحها كامل الأفضلية في المشتريات الحكومية ما دامت مطابقة للمواصفات. التوصية لسيادة الرئيس بإعفاء كامل المستثمرين من كافة الرسوم المتعلقة بتسجيل شركاتهم حتى نهاية العام. المضي قدما ببرنامج الدفع الإلكتروني لتسهيل معاملات الأفراد وزيادة حركة المؤسسات. لقد توجه لنا العديد من الإخوة المسؤولين والموظفين الحكوميين ومن مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني طالبين التبرع بأيام عمل لدعم جهدنا في توفير الرواتب والاحتياجات المالية للفقراء والعاطلين عن العمل ومواجهة احتياجاتنا الصحية. وعليه فإننا سوف نوصي للسيد الرئيس أن يتم التبرع بيومين عمل من جميع الموظفين الرسميين والحكوميين والسفراء وموظفي السفارات وكل فلسطيني يتلقى راتبا من جهة رسمية، آملين أن يحذو موظفو القطاع الخاص حذو بعض زملائهم في البنوك وبعض المؤسسات بالتبرع بأيام عمل أيضا، وآملين من النقابات أن تحشد همم أعضائها من أجل ذلك، وكذلك منظمات المجتمع المدني والقطاعات الأهلية والجامعات والمدارس الخاصة وكل من يستطيع. بهذا تكون الحكومة قد تحملت ما عليها من التزامات طبية وصحية ومجتمعية وأمنية ومالية، ووفرت لكم ما تستحقونه ليس منة منها ولكن واجبا عليها. من جانبهم يكون الموظفون قد تحملوا جزءا من العبء عبر تبرعهم، والقطاع الخاص وموظفوه قد تحملوا جزء أيضا، وكذلك العمال والشتات الفلسطيني كل تحمل جزء من العبء، وهيك البلد بحملها أهلها. يجري الترتيب لإدخال 1600 مواطن عالقين في الأردن، وسيتم إدخالهم عبر الجسر على دفعات بالتنسيق مع الإخوة في الأردن ومع الطرف الآخر لإتمام كل الإجراءات الصحية، مع خضوعهم جميعاً للحجر المنزلي والفحوصات تحت إشراف وزارة الصحة. تفتح مكاتب سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه في المحافظات غير المصابة. نتابع الوضع الصحي لأهلنا في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وندرك أن هناك بعض الازدياد بالحالات، وعليه نؤكد جاهزيتنا ومسؤوليتنا عنهم بما يحتاجونه من إجراءات السلامة والفحوصات والعلاج حيث يلزم. من جانب آخر، فإن قرار المحكمة الإسرائيلية باقتطاع 450 مليون شيكل من أموالنا قبل يومين، وقبلها تم اقتطاع 650 مليون شيكل العام الماضي تحت حجة أننا نصرف على أسر الشهداء والأسرى، إن هذا الأمر ما هو إلا قرصنة حقيقية لأموالنا وسرقة لمقدراتنا. إن هذا الإجراء يجعلنا في موقف مالي صعب جدا، ويضيف إلى عجز موازنتنا عجزا جديدا بمقدار المبالغ المذكورة، وهذا يعني أن إسرائيل تقتطع من أموالنا سنويا ما مجموع 1,130,000,000 مليون شيكل. إننا نرفض ذلك، وسوف نتقدم إلى المحاكم الدولية ضد هذا الإجراء، ونطالب بوقف كل هذه الإجراءات من الطرف الإسرائيلي. أيضاً إن التخطيط لضم الأغوار وفرض السيادة على المستعمرات غير القانونية وغير الشرعية من قبل الائتلاف الحكومي المنوي تشكيله في إسرائيل، وقرصنة أموالنا وضرب الاتفاقيات بعرض الحائط وهدم البيوت والاعتقالات، إنما جميعها تهدف إلى شيء واحد، هو تقويض إمكانية الدولة الفلسطينية مستقبلاً وضرب المؤسسات الفلسطينية حاضراً وإضعافها. إن هذا الأمر
يضعنا أمام قرار مصيري متعلق بنا جميعا علينا مواجهته قريبا. وهنا أود أن أرحب بالموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية. إن موقف أوروبا طالما كان ثابتا ومنسجما مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وكما نرحب بمواقف الدول العربية والدول الصديقة في هذا الإطار. ندين القرار الإسرائيلي بمصادرة أراضي تابعة للحرم الإبراهيمي في الخليل وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية في اعتداء صريح على ملكية المسلمين الخالصة للحرم الإبراهيمي والأوقاف المتعلقة به. وأخيرا أقول لكم، رمضان شهر الانتصارات، وانتصارنا هو سلامتكم. إن سلمتم سلمنا. يعز علينا أن يأتي رمضان ومساجدنا بلا مصلين. بصبركم تسرعون فتح المساجد والكنائس وتعود الحياة إلى طبيعتها، ولكن هذا الفصل لم نصله بعد. نراهن على وعيكم كمواطنين. ادخلوا الأماكن التجارية بنظام ومحتاطين بالكمامات ومتباعدين، وعلى أصحاب المحال التجارية تنظيم دخول الزبائن إلى محلهم، ومن يخالف ذلك يغلق محله. أطالب أصحاب المحلات الالتزام بتطبيق شروط السلامة، وهي بسيطة: كمامة وقفازات ومسافة بين الشخص والآخر، وعدم التنقل في داخل المدن والقرى بعد الساعة 7:30 مساء. من جانبنا سوف نطبق كامل التعليمات وبشدة، ومن يخالف يعرض نفسه للإجراءات التي نص عليها القانون. إن التنقل بين المحافظات غير مسموح إلا لغرض تجاري، وأيام الفتح والإغلاق واضحة، وأطلب منكم الالتزام بها. لقد قمنا ببعض التسهيلات من جانبنا، مفترضين أنكم ستلتزمون بالإجراءات الصحية من جانبكم، وعليه أدعو المحافظين والجهات الأمنية بتطبيق الإجراءات كاملة بما يضمن السلامة الصحية للمواطنين. شكرا لكم، عشتم وعاشت فلسطين. هذه ليست أول مرة إسرائيل تخرق فيها الاتفاقات. إسرائيل تخرق الاتفاق الأمني والاتفاق الاقتصادي والاتفاق السياسي وحتى اتفاق الاعتراف المتبادل. ولكن هذا الشق المتعلق بالمال، خرقت إسرائيل في العام الماضي بأنها اقتطعت أكثر من 670 مليون شيكل من أموال الشهداء والأسرى. ونحن طلبنا من جميع الدول التدخل في هذا الموضوع، ولا زالت متعنتة ولا زالت تقوم بالخصومات. وبصراحة هذا الإجراء الجديد بخصم 450 مليون شيكل هو قرار محكمي الحكومة الإسرائيلية تستطيع أن ترفضه إن أرادت، ولكن واضح تماما أنها لا تريد. خطورة هذا الأمر لا يأتي فقط في هذا القرار، خطورة هذا الأمر يأتي في أن هناك 110 قضايا أخرى مرفوعة على السلطة في المحاكم الإسرائيلية. قبل شهر ربحنا قضية في المحكمة الأمريكية ضد منظمة التحرير وضد السلطة، ولكن في بعض الدول فيها قضاء إلى حد ما في عنده شوية موضوعية، ولكن في بلد فش فيها قضاء عنده موضوعية، إذن القضاء هو رهينة القرار السياسي. لذلك القرار السياسي مطلوب منه أن يردع القرار القانوني، وبناء عليه إحنا هذا الموضوع بصراحة مش بس حنروح فيه على المحاكم الدولية وغيره. إحنا فيما يتعلق بإجراءات الضم، وفيما يتعلق بقرصنة الأموال، وفيما يتعلق بكل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، الرسالة بالنسبة لنا واضحة، أنه لا يمكن لنا الاستمرار بالأمر الواقع كما هو. الرئيس يضع هذا الأمر بشكل يومي على طاولته، وأنا أعتقد أننا مقدمون على مرحلة جديدة تتعلق بكل الإجراءات الإسرائيلية ماليا، من ناحية أرض، من ناحية اعتقالات، حياة أولادنا، ما يجري بالقدس، ما يجري بالأغوار، ما يجري بالمستوطنات. هذا الأمر حان الوقت أن يكون هناك قرار، ليس فقط قرار ولكن تنفيذ هذا القرار في كل ما يتعلق بهذه الجوانب. الأمر بالنسبة لنا ليس مالي، الأمر هو تقويض إمكانية مستقبل دولة فلسطين،
والأمر هو إخضاع هذه السلطة لتصبح خارج النطاق الذي يريد أبناء الشعب الفلسطيني، ونحن لن نقبل ذلك. باسم الرئيس أبو مازن، أتمنى على كل إنسان فلسطيني أن لا يسيء لأي إنسان عربي أينما كان وحيثما كان. المملكة العربية السعودية بملكها بحكومتها بأهلنا السعوديين هم عزيزين علينا، والسعودية تساعدنا على مدار الأعوام الماضية. والرئيس أبو مازن في مكالمة قبل أيام لتهنئة جلالة الملك بالعيد، السعودية ودول الخليج والدول العربية مجتمعة هي سند لفلسطين. ولذلك أتمنى على إخواني السعوديين إذا كان هناك بعض الإساءة الفردية من أي جهة كانت أن لا يعمم هذا الأمر وكأنه موقف رسمي فلسطيني أو وكأنه موقف لكل الشعب الفلسطيني. ومثلما هو الحال في أن هناك بعض الإساءات أيضا من بعض الأفراد السعوديين، إحنا لا يمكن أن نحسب إلا أن السعودية ودول الخليج مجتمعة دائما كانت على عصب العمود الفقري للشعب الفلسطيني، دعما في المحافل الدولية، في المجتمعات، في قضية فلسطين، في تاريخ فلسطين. ولذلك بالمجمل العام آمل أن نضع هذه الأمور خلفنا. الإساءات الفردية لا يمكن لها أن تحسب إساءة رسمية، ولا يمكن لها أن تحسب إساءة جماعية. فيما يتعلق برواتب شهر 5 و6، اليوم في مجلس الوزراء أفاد وزير العمل أنه في حوار جديد، مشكورين القطاع الخاص الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه العمال، وآمل أنه بقية منشآت القطاع الخاص أن تفي بالتزاماتها. وإن شاء الله أنه شهر 5 وشهر 6 بيكون العمال رجعوا بالشهر القادم بوتيرة متدرجة. إحنا أخوان تتذكروا من اليوم الأول قلنا نريد للإجراءات أن تعود بشكل متدرج، ونحن نراقب الحالات بشكل يومي، ووزيرة الصحة تتابع بشكل يومي وعن كثب كل الحالات. وبناء عليه من اليوم الأول قلنا المبدأ الأساسي هو التدرج، والمبدأ الثاني هو التوازن بين الإجراءات الصحية والإجراءات الاقتصادية. بناء عليه سيكون هناك حوار بين المشغلين وأصحاب العمل والنقابات ووزير العمل من أجل الوصول إلى معادلة متعلقة بشهر 5 وبشهر 6، وإن شاء الله أنه بيوصلوا إلى صيغة. ولكن بحب أقول لك أيضا أنه إحنا سنصرف للعمال المتضررين بما فيهم هؤلاء بعض العمال الذين تم وقفهم عن العمل بسبب الإجراءات، سوف نصرف إلى حوالي 40,000 عامل مساعدات مالية تمشيهم في هذا الشهر والشهر القادم إن شاء الله. وبالتالي بنكون الفكرة يا وليد إنه نحمل البلد مع بعض، القطاع الخاص يقدم، النقابات تقدم، الحكومة والدولة تقدم، الفلسطيني الشتات يقدموا، والعمال يقدموا، وبالتالي بنكون عمليا كل واحد فينا قدم إشي بحيث إنه يصبح الأمر محمول بين إيدينا جميعا. هو سألني سؤال بالإنجليزي، اسمحوا لي أن أجاوبه باللغة السؤال. Well, by all means, from day one, we have been trying to formulate a balance between health measures and economic measures. When we opened up certain governorates, mainly in the north, Jenin, Tobas, Kalkili, Tulkarem, Nablus, and Salfit, there were actually no cases. And we still do not have any cases there. So therefore, we are monitoring the situation on daily basis. Our Minister of Health is doing her best to do that. In the governorates that are infected, we are also monitoring the situation. Today, luckily, we had no cases. Yesterday, luckily, we had no cases. But we continue with these health measures in order for us really to keep our hands on the steering and to stay in the driving seat. We don't want to take the measures to overtake us. We will always continue to overtake the measures. So there is no way that we will compromise health measures for the sake of economic measures. That's not going to happen. And that's why we always speak about the balance. We count on the awareness of the Palestinian people that they have contributed seriously to reduce the impact of this coronavirus, and that didn't allow it to spread all over the place. Thank you. شكرا جزيلا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. بارك الله فيكم.